السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رايد لفافوتو، اللي جبت لكم لعبة دبل ماي كراي، وأخيرا حملتها بشكل كامل وأقدر أستخدمها وألعبها بشكل رئيسي كل حاجة، لأني حملتها أنا قبل 3 أيام، فلازم أخلص الأبلكيشن، فقعدت أنتظر طوال الفترة عشان الأبلكيشن ينترس ويحمل 100%. صراحة متحمس غير طبيعي، راح باسكت وخليكم تطلعون اللعب والقصة كل حاجة. بسم الله. اوه راح اكتي على فكرة لحد ما خلصت اللعبة، يعني من شو اسمه هذا، شريت اللعبة على طول، كل الكاستم موجودين الثياب، يعني سويت لها بري اوردر. خلاص الحين بسكت. المفروض يكون شي شكله في الدعاية انه هو جاي. They worship a demon as a god. Just what are your true intentions? كان حماس بس خارم يا ريان فيرجل. يلا 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 يس على طول بلش. يلا 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 الأصوات من الجزء الثالث ما تغير شيء. جمب بعد باقي مرة. يلا 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 تقدر تقدر تقدر. اوبا
يس. ربع بالوق مرتين. مو لازم حطوا التوتوريال عشان عمونا ما تدرون شنو في شيء جديد سووها. الواحد لازم يتأكد يكون عارف شيء. أنا ودي ألعب بدون توتوريال أخلص السريع. لكن لا. تعال. يا مشكلة يا كامبو هاي. يعني هو ديف ميكراي فايف غير ذاك اللي خربه الكاترة. تكمل الجزء حق دانتي وفيرجل ونيرو. كان بيكون اوكي والله. هاي الجرافيك صح. هاي اللعب صح. مو بذاك. مسوينا ايمو ايش مسوينا. كانت عارف. خلك تحت. خلص عليك يا دانتي. ايه يلا عاد مو مشكلة هاي كابيدوية. اوكي شباب اشوفكم في الحلقة الجاية. عندكم اي اسئلة حطوا تحت بالكومنت. سوى شير سبسكرايب لايك واشوف الحلقة الجاية. السلام عليكم وبيس.